معكم ليلى العماني مستشارة قانونية حاضرة اليوم بمحكمة الاستئناف بالرباط من أجل ملف بنت الكولونيل اللي دار واحد ضجة إعلامية بصفتي أولا كمستشارة، ثانيا كحقوقية وكمواطنة مغربية غيورة على المغرب وعلى أعراف وتقاليد المغرب، وبالتالي كان ضروري أنني ندلي بالرأي ديالي. السؤال ديالكم حول شنو رايي في الخرجات الاعلاميه ديال البنت الكولونيل. اولا كنعزيها من هذا المنبر وكنقول لها بطبيعه الحال اي بنت الا وانها غتالم على الاب ديالها وعلى الفقدان ديالو، خصوصا ان الواحد ما كيكون بحال اللي قالت هي اليتم ديال الكبر ماشي هو اليتم ديال الصغر، وفعلا ان غيواجهها هذه المشاكل وهذه. اذا هي من مورا ان هضرات على الاحساس ديالها وعلى الشعور ديالها وعلى الالام ديالها اللي تقاسمته مع المواطنين المغاربه عبر المنابر الاعلاميه، انتقلت الى توجيه الاتهام، وهذا هو اللي حنا تنهضروا فيه، لان حنا تنهضروا من حيث القانون، ومن حيث الا هضرنا من حيث القانون راه حنا ما كنكونوا لا هالطرف لا هالطرف. هالطرف راه يكون عنده الدفاع ديالو، اللي هي استاذه زينب خيار كنحييها من هذا المنبر. الدفاع ديال الطرف الاخر ما عرفتش شكون هو. المهم انا كمحايده كمستشاره قانونيه من حقي نعطي نظره شامله حول القوانين وحول طريقه تطبيقها والمساطر. فانا كنشوف لان هذيك الخرجه يعني غير موفقه لحق. لماذا؟ لان توجيه الاتهام هو عنده الاختصاص خاص بالنيابه العامه وخاص بقاضي التحقيق. راه واخا الواحد يقول بانني عندي عندي ادله ضامغه وعندي ما يفيد وعندي هذا الشيء، كيبقى من اختصاص الاجهزه اللي كاينه دايره هاد الدوله ديالنا واللي هي كتحمل المسؤوليه في هذا الشيء. اما الواحد الا مشى توجه واحد الاتهام ومن بعد صدق هذاك الشيء ماشي هو الصحيح راه كيتعاقب. اذا حنايا عندنا هذيك الاجهزه هي اللي كتوجه لك الاتهام، سواء كنتي داير ولا ما كنتيش داير. اذا ظهر ليها انك كاينه واحد الشبهه فهو كيامر اما بالاعتقال ديالك والتحقيق معك وكل شيء. فهي خدات هذه البادره هذه وجهات واحد الاتهامات وعندها ادله، بطبيعه الحال عندها الدفاع دابا اذا ارتأى بان هناك ادله اللي يمكن له يرتكز عليها كي شي معها في الخط ياك. ولكن هذه الادله راه التقويم ديالها كيوقع من طرف السلطات ماشي من طرف الدفاع. الدفاع صحيح انه كيبقى يدافع كيقول لا عندنا تسجيلات وعندنا ما يفيد وعندنا هادشي، ولكن احيانا راه قاضي التحقيق كيمكن له هذيك التسجيلات يستبعدها، يمكن استبعاد اي دليل ويمكن استقطاب دليل جديد. كيمكن لك يقول لك لا انا هذا الملف هذا غينفع لي فيه هذاك الجار اللي كان تماك ولا هذاك العساس اللي كان في ديك الحومه. بحال اللي قلت لك 30 مليون ما 30 مليون، حنا اولا خصك الدليل، لان حنا ماشي لينا حنايا، حنا كمتتبعين هي كنسمعوا، والناس ديال الشان وديال القنوات وديك الشيء هما غير كيتبعوا. ولكن بالنسبه للقضاء راه خصك تعطي دليل، بالنسبه للقاضي التحقيق ولا النيابه العامه كتعطيه الدليل ديال داك 30 مليون، دليل ديال داك الرشوه، مقابل شنو داك الرشوه، لا ياش ديك الرشوه، لانك يمكن تكون بحال اللي قالت هي 30 مليون تم عرض 30 مليون وهي فهماتها رشوه، في حين انها تكون عندها حق ديالها مثلا في الورث ديالها ديال الاب ديالها، يقدر يتفهم بهذه الطريقه، لان خصك تجيب مقابل هذه الرشوه. اما 30 مليون غير هكاك راه يمكن تكون حقك، واش فهمتيني؟ حنا ما عندناش الحق باش نكيفوا هذه المساله كيف ما كان نوعها، لان ما عيطاش شي دفاع، ما مشاوش وقفوا الدفن، ما مشاوش عند السيد وكيل الملك قالوا لهم راه حنايا هاد الجثه هذه ما كيطابقش مع التقرير ديال الطبيب الشرعي، راه الطبيب الشرعي ما كتبش بان كاين خدوشات، ما كتبش بان كاين واحد الردود، ما كتبش داك الشيء اللي هما شافوا لكمات ولا شي حاجه. فالسيد الوكيل ديك الساعه كيصيفط معها الشرطه العلميه، الشرطه العلميه راه كدير تمشيط المسرح ديال الجريمه، كتمشي ديال اي مسرح وكتشوف واش فعلا هذيك الاثار، وكيتوقفوا كاملين، توقف الام وتوقف العم وتوقف سميتو كتسد الدار كلها حتى كيتم الابحاث ديالهم. اذا هذاك الشيء كان يمكن له يدار في ديك الساعه في ديك الوقت باش تطمئن هي. مني فات لها هذه المساله هذه وعاد يعني بالصدمه وبطبيعه الحال هذا الشيء كيوقع، عاد بدات كتراجع الامور ديالها، بدات كتمشي ارا نقلب واش دارت التشريح ديال الطب ديال التشريح، واش دارت هذا الشيء على ما يرام، واش هذا لو كور الجثه دازت في السكانير، واش كاين هذيك الردود ديال اللي كاينه في الراس وفي الجمجمه واش كتوازي مع حجره، واش كتوازي مع شي اله حاده حديده ولا شي حاجه. اذا هي عاد كتلاقي هذا سميتو وبدات كتوجه الاتهام. ملي جمعت هذه الادله هذه تقدمت في الشكايات، ملي تقدمت بشكايات على مدى واحد ربع سنوات ولا خمس كانت كتمشي للحفظ، كتمشي للحفظ ماشي ظلموها، كانت كتمشي للحفظ لعدم كفايه الادله،
لان راه تيعطيوها التعليل، جيبي دليل اخر، جيبي كيكون تتغير مثلا قاضي التحقيق، كيكون واحد قاضي التحقيق اقتنع مثلا بواحد الاوديو ولكن قاضي واحد اخر استبعدوا، ما كيمكنلاش ندخلوا في السلطه التقديريه ديال الساده القضاة انهم اللي تيقرروا واش كاينه المتابعه واش ما كايناش، حيت كتكون عندنا اي شبهه، ما عندناش شي حاجه شتي واحد كيقطع ولا شتي واحد كيقتل، راه كتلقى الواحد ديجا وقع له الفعل، ولكن خصك العناصر ديال الفعل تكون متكونه، يكون عندك الفعل الجرمي مكون، بحال دابا الا كانت جريمه قتل خصك القصد الجنائي وخصك الركن المادي، الركن المعنوي، العلاقه السببيه، الركن القانوني، المصالح، كلشي باش كتشوف واش المصلحه ديال الفلوس، واش المصلحه ديال نحيدو من واحد يعني الرتبه، واش المصلحه حنا مازال ما عارفينش، داكشي علاش حتى هي ماشي ما بلغتش، لان هي غير شكات ما عندهاش شي جريمه وعاد ما بلغتش عليها، هي شكات وفي ديك الوقت اللي شكات فيه كانت خصها باش تعطاها حقها وباش تكون عندها العداله تباشر الاجراءات الى جانب السيد وكيل الملك باش يصيفط ليها الشرطه العلميه، فهمتي؟ اما دابا ما كاينش حتى حاجه، دابا ما عندهاش هي حتى شي دليل، حتى ديك الخدوش اللي كتهضر عليهم راه ما يمكن لهمش، واخا يبغيو يديروا استخراج الجثه من اجل معرفه هل هذيك يعني الضربه اللي على الجمجمه تتوازى مع جنب من سياره او لا من اداه حاده او لا، هذه راه ما كاينش خدوشات، واش فهمتيني؟ غيكون هذاك غير مجرد كلام. وحنا كنشوف نشوف العلم، ما غنمشيوش في هذا الشيء، هذا غنمشيو ان مثلا انت قلتي حادثه سير، راه يمكن لهم هما يثبتوا بان ماشي حادثه سير، ولا ثبتوا بان ماشي حادثه سير، ديك الساعه عاد غادي يبدا شكون هما الاطراف، شكون هما المشاركين، شكون هما المساهمين، لمصلحه مال، لفائده مال، واش هادشي عنده علاقه مع الخدمه، واش هادشي عنده علاقه مع الرتب، واش عنده علاقه مع شي اهمال شي ملف، حنا مازالين ما عارفينش. دابا المساله عند السيد قاضي التحقيق اللي هو كتكون محاطه بكل السريه، حنا اللي كيمكننا نهضروا فيه هي هاد الخرجات وهاد الشيء اللي دابا تقال باش الناس في المجتمع ما يبقاوش غاديين على غرار هاد المساله هادي، راه ماشي اي واحد شكيتي فيه الا وعندك الحق تبقى تقول راه انا هو السبب هو هذا وتشير ليه سواء بالاصابع او لا تشير ليه بالعبارات او لا، وعندها الحق ان هذيك دابا الشكايات اللي ترفضوا ليها الشخص اللي توجه لهم هذاك الاتهام عنده الحق يرجع عليها ويقول لهم دابا انا كنطلب الحق ديالي لان هاد السيده اتهمتني بالباطل، ها هي مشى لها الحفظ، ها هي شكايتها مشات للحفظ، راه باش انا تنقول لهم دائما في اليوتيوب قراوا القانون، شوفوا المساطير ما تجربوش باش انها راه غتقلب عليك، انت وجهتي واحد الاتهام ووجهتي السلطه مقتدره بحثت فيه ودارته في الحفظ لان ما لقات حتى شي حاجه، غادي يسكت لك؟ راه ما يسكتلكش، راه غادي يوجه لك حتى هو الاتهام، غيقول لك في التاريخ الفلاني الفلاني قلتي لي انا داير وفاعل، ها انا خرجتني براءه، ها انا ما درت حتى شي حاجه. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.